السلام عليكم. اليوم بغيت ندير معكم اللحم محمر ومزين بطريقة زوينة بالشريحة والبرقوق والمشماش واللوز والقرقاع والبصلة والزبيب. المهم غيجي زوين هادشي والبيض. سميتو عندنا هنا 3 كيلو ديال اللحم، ها هو مشحم، ها هو كيبان لكم مشحم، ها هو 3 كيلو ديال اللحم. عندي هنا كاس ديال الزيت المائده ما عامرش لان على حساب الشحمه، معلقه ديال السمن، بصله مشلضه هاي كبيره، جوج دعوات ديال القرفه، قزبر مربط، غندير معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، جوج المكعبات، ما عنديش الزعفران. بالنسبه للملح حيت داير المكعبات ما غنملحش حتى نشوف الذوق. غادي ندير الزيت دابا، ها هو، خليه شويه بسم الله. غندير اللحم، ها هو، قطعي يكونوا كبار، ضيف العودات ديال القرفة، الزبر والبصلة. ندير معلقه ديال السمن، ها هي، وغندير التوابل، معلقه كبيره خرقوم، هاي كي قلت لكم ما كنديروش التوابل في الاسفل لان باش ما يتحرقوش. بزار، سكينجبير، المكعبات، جوج مكعبات فقط، هما هادو غنديرهم هكذا هكذا. المهم على حساب التوابل نذوقوا البليله دائما وعلى حساب الذوق. المهم قلبوه مزيان، ها هو قلبته مزيان، وغنضيف ليه كاس الماء، ها كاس الماء، ها هو تقلى مزيان، غنضيف ليه كاس الماء وغنسد عليه يطيب. في الوقت اللي كيطيب فيه اللحم، هادو من سميتو العناصر اللي غنزين بها. عندي بيض السمان غنسلقو، عندي مشماش والشريحه والبرقوق والعنب الجاف، اللوز والقرقاع والبصله. بالنسبه للبصله غادي نديرها في شويه الزيت في المقله، وغادي نخليها تقلى تعطي شويه صفوريه، وندير نضيف لها القرفه وشويه السكر. بالنسبه للبرقوق والمشماش والشريحه و العنب الجاف، الطريقه كتعرفوها، غنديروا لهم اعواد ديال القرفه، الماء واعواد ديال القرفه والسكر باش كيتعسلوا، طريقه سهله. وبالنسبه للوز غادي نسلقو ونحيد ليه القشره، وغادي نديرو في الزيت يتحمر شويه، ما تحمروش بزاف لان الا خليت غتخلوه شوي بدا بحال ذهبي، لانه لما كتحيدوه غادي يولي لونه زوين، تخلوه غير ذهبي ما تديروش بزاف. المهم هو هذا الشيء اللي كاين، كتعرفوا كيفاش كيدير هذا الشيء، نتلاقاو ان شاء الله. المهم كاع الماعن اليوم جبدوهم، قالت لي والده بان اللي كيدير القزبر ويدير الثومه، القزبر والثومه ما كيدارش في المحمر، حنا مايناس في بعدا الوالده، الثومه
والقزبريات كيدار مع الضلعه. هادشي اللي قالت لي الوالده، انا تابعه طريقه الوالده. او اللي بغى يديرهم يديرهم، ماشي مشكل. بالنسبه للبصله غندير لها شويه الزيت، ها هو شويه الزيت، مائده حتى تقرب الطيب، تقرب الطيب عاد نزيدها السكر والقرفه كبره. دابا انا غندير القرفه، غندير هكا شويه القرفه هكذا، وندير السكر معلقه ديال السكر، ها هي لان تحمرت غندير لها هكذا صافي، تعسل دابا شويه ونحيدها. بالنسبه للبلول ها هو كيكون خاطر، ها هو لاحظوا نديرو البلول، ندير في الوسط البصلة، العنب الجاف، بيض السمان، فوق كل من شريحة غندير قرقاع هكذا، ندير قرقاع فوق المشمش تا هو.